ليه؟ لأنه كثير من الأحكام الشرعية حذرت من هذا الكلام، حذرت من القيل والقال ومن الغيبة ومن النميمة. لماذا؟ لأنه بيتم تناقل الكلام بدون التأكد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لما جه واحد بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أقم علي الحد فإني زنيت، كان يسمى ماعز رضي الله عنه وأرضاه، قال: لعلك قد فخذت، لعلك قد فعلت كذا. مقدمات أو الفعل مقدمات نفسه الزنا. مش الفعل نفسه بجله، هو هنا بجله فرصة انه لمراجعة نفسه، مراجعة نفسه او ان يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. حتى انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحق وسائله كتير كريم طيب، يعني سيدنا النبي بيديله فرصة انه يخرج من هذه المنطقة لعله لو تاب الى الله طبعا يتوب الى الله ولا يفضح نفسه. يعني عبد ستره الله لا يفضح نفسه، يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فحتى قال: يا رسول الله كما يوضع القلم في المحبرة، أمر برجمه صلى الله عليه وسلم، وقيل أن بعض دمائه سالت على سيدنا خالد بن الوليد فسبه خالد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه تاب إلى الله توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وقيل على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب، مع أنه فعل جرم لكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى واعترف بذنبه وأقيم عليه الحد حتى يكفر عنه في الدنيا قبل الآخرة. طب يعني أحنا دلوقتي بنتكلم عن الستر وضرورة الستر، وكلمنا على فكرة الأعراض وعدم الخوض في الأعراض. يعني نعم، في ناس أحسنت. في ناس بقى بتطلع فتاوى يقول لك إيه، لا ما هو عدم الخوض في الأعراض ده للسيدات الفضليات اللي هم ما فيش مجاهرة بالمعصية. نعم. ولكن لو في مجاهرة بالمعصية لا، فيجوز بقى ان احنا نتكلم عنهم. ترد على العلماء دي. العلماء قال لك: اذكروا الفاجر بفجور، يعني استدلوا هنا بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحذره الناس. ممكن احذر الناس بس اذا كان فعلا يا دكتور ظاهر الفجور، الامر مستمر فيه، لا يرتدع، لا يرجع، لا يتوب، لا يندم، لا يتوقف عن فعل الفاحشة، لا يتوقف عن فخور فعل الحرام ويتباهى بذلك، شيء عادي ويجاهر بينا. هنا بقى لا، هنا اذكروا الفاجر بفجوره حتى يحذره الناس. لكن ما دام الانسان اصلا القضية يا دكتور انه برضو ادي مساحة للتوبة، ادي مساحة. ما نبقاش احنا كمجتمع جلادين، لا انت مش هتخرج من هذه الدائرة. طب قدر عايز يتوب الى الله سبحانه وتعالى. وشفنا في حياتنا السيدة ربع العدوية، وشفنا كثير من الاسماء يعني حتى من الفنانات مع التحفظ على الصورة اللي طلع بها السيدة ربع العدوية في بعض طبعًا. المشاهد انه طبعًا. انه ربما لم تصل الى هذا النوع من انواع التعري والرقص والفجور وكذا وكذا. الحركة نعم. الدرامية بالنسبة نعم. لهم هي احسن. لكن احنا بنقول انه من على وجه البسيطة لم يذنب. نعم. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.